أشخاص يائسون، تدابير مستميتة، يوميا يهرب الناس من القانون، يجازفون، يخاطرون بأرواحهم وأرواح رجال الشرطة وأرواح الذين يعترضون طريقهم. ستشاهدون الآن عالما لم تشاهدوه من قبل. هذه لقطات من أفلام قدمتها دوائر الشرطة ووكالات الأنباء في العالم لكي نفهم الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنك بريء علق وسط مطاردة تحتاج معرفة ما يمكن أن تتوقعه. ليست مشكلة للأشخاص الذين يهربون فقط، بل مشكلة لنا جميعا ولكل شخص على الطريق. أنا المفوض جون بنيل. بالنسبة للمطاردات فإن هذا هو أفضل صديق للشرطي، ولا يستطيع أحد تقريبا أن ينجو من سيارات الشرطة والمروحيات. تلك هي لحظة من الذعر التي يمكن أن تنقلب إلى عمر من الندم. اربطوا أحزمة الأمان، ما سنعرضه عليكم سيغير تصوركم للمطاردات إلى الأبد. تكساس، استدعيت قوة الشرطة للبحث عن ثلاثة من لصوص البنك. سيارة لونها أحمر داكن تهرب جنوبا، وتنطلق السيارة المسلحة. احذروا، المشتبه به مسلحون. ما لا يدركه رجال الشرطة أنهم لا يطاردون لصوص البنك. هذان الشخصان لصان مبتدئان في اقتحام المنازل للسرقة، عائدان إلى بيتهما بعد عملية سرقة، توهما أن صفارات الإنذار كانت تعنيهما فهربا ولحقتهما الشرطة. إنه ينحرف في التقاطع، لقد اصطدم. يعتقد أحدهما أن بإمكانه الهرب، ولأن رجال الشرطة يقتربون من الاتجاهين معا فإن الطريق الوحيد إلى الأسفل. عندئذ يدرك خطأ. لقد قفز عن السور، إنه سقط، سقط الآن. يهوي من ارتفاع ثلاثة طوابق إلى الأسفل. وقف على قدميه وأخذ يركض. يركض مدفوعا بقوة الأدرينالين. إنه يتجه إلى الغابة على الجانب البعيد، لا أرى رجال شرطة هنا. لقد أفلت، وليست لدى الشرطة طريقة لمنعه إلا التخويف. قائد الهليكوبتر يقطع الطريق على المشتبه به. أصبحنا فوقه، توقف عن الركض، إنه يستسلم إلى المروحية. كان اللص في المكان الخاطئ والوقت الخاطئ، لذلك سقط. واليوم في هيوستن ثلاثة لصوص سطوا على بنك وكانوا محظوظين. كارولاينا الشمالية، هنالك رجل سرق سيارة أسرع من سيارات رجال الشرطة الذين يطاردون، وهي مرسيدس بنز قوة محركها 300 حصان. أيها الرجال تحركوا، تحركوا. هنالك سلاح سري ينتظر، شرطي من كارولاينا الجنوبية يقود سيارة من طراز فورد. لن يفلت منا أبدا. الفورد الأصغر تطارد المرسيدس الأقوى، والمركبات الأخرى كهذه الدراجة البخارية تفسح الطريق بكل سرور. عندما تسد شاحنات الطريق من الأمام يمر المشتبه به من اليمين وينطلق بسرعة، وعلى الشرطي المحيط أن ينتظر. لا أستطيع تجاوز هاتين الشاحنتين. راقبوا، إنه لا تفصله عن هذه السيارات المندمجة في حركة المرور سوى بضع بوصات. تلحق به وحدات أخرى، لكن حركة المرور أصبحت كثيفة وينحرف المشتبه به إلى منطقة بناء. يمنع المرسيدس من الهرب، ويصدم المرسيدس بعنف في جانبها، لكن المرسيدس تشق طريقها بقوة إلى كارولاينا الجنوبية. يلحق الشرطي بالمشتبه به ويقود سيارته بجانب سيارة المشتبه به، لكن عربة نقل تتوجه إليهما من الأمام في الاتجاه المعاكس. إنه يلعب لعبة خطرة، ويقود الشرطي سيارته إلى جانب الطريق لينقذ حياة بريئة. عليك أن تفعل ذلك. تفلت المرسيدس من ملاحقة الفورد بالانعطاف إلى محطة بنزين. ينبغي على أحد ما أن يسبقه. ويتقدم رجال الشرطة الآخرون بسرعة. لا تدعوه يمر. يحاول شرطي إرغام المرسيدس على الخروج من الطريق، لكنها صنعت لتتشبث بالطريق. هذه السيارة الأنيقة تتهاوى وتتفكك، والوقت الآن وقت الازدحام الشديد، والمشتبه به يقفل عائدا إلى الطريق السريع، ومن الضروري إنهاء المطاردة فورا.
جاك، أنا قادم خلفك. شرطي يصدم سيارة المشتبه به. المرسيدس تبدأ في الانحراف لكنها تتمسك بالأرض، وتطير المرسيدس في الهواء فوق الطريق السريع وتخرج عن سيطرة سائقه. تنتهي المطاردة. سيارة فخمة ثمينة أصبحت الآن مجرد خردة، وسارق السيارة أصبح مجرد سجين يقضي 20 عاما في السجن. وماذا عن فورد كارولاينا الجنوبية؟ إنها ما تزال تطاردهم. أوكلاهوما، مطاردة شاحنة مسروقة وفيها راكب بريء تسير بسرعة 110 أميال في الساعة. إنني أرى الشاحنة، إنه يتجه شمالا. ابتعد المتهم أمام شاحنة الشرطة الأبطى. سنرى إن كنا نستطيع أن نقبض على هذا الرجل. وتنعطف الشاحنة المسروقة وتعبر الخط الأصفر، ولا يعرف لا هو ولا الراكب الذي معه أن ثوان معدودة تفصلهما عن المأساة. لقد فقد السيطرة، لقد فقد السيطرة، إنه يتدحرج الآن. على نحو لا يصدق يقفز المشتبه به من فوق أصدقائه ليهرب. أعطني يديك، دعني أرى يديك. الشرطي يرتعش نتيجة ما حدث في هذه الثواني المروعة، وتتدحرج الشاحنة وتنقلب وتقذف بالراكب من الشباك. كان الشاب على بعد بوصات من الانسحاق، لكنه خرج سالما ليواجه المحاكمة. تصور السائق أن بإمكانه الهرب. لقد فقد السيطرة، وكان تصوره خاطئا. ما أن تبدأ المطاردة حتى تسأل نفسك لماذا يهربون، هذا هو الشيء الأول، ولكن عليك بعد ذلك أن تركز على القبض عليهم. أريزونا، 6 صباحا، صفارات الإنذار تخرق هدوء الصباح لتعلن نهاية مراقبة حققت نتيجة أخيرة. أنا أتابعهم. تريد الشرطة التحدث معهم بشأن اقتحام السيارات، لكنهم لا ينوون التحدث مع أحد، وتقطع الشرطة الطريق بشرائط حديدية مسننة. في أي ممر يقودون سياراتهم؟ في الداخل. وينجح ذلك، وتنثقب الإطارات الأربعة فورا. ضربوا قضبان المرور، لكن المشتبه بهم لا يتوقفون، بل يقودون سياراتهم على الإطارات المعدنية وبسرعة. متهورون طبعا، هؤلاء الرجال يراهنون بأرواحهم ضد سنوات يقضونها في السجن. هذا تهور، لكنهم يخططون للهرب إلى أن تنفصل العجلات عن السيارة، وأخيرا تنفصل. لم تعد العجلات تتحمل المزيد. توقفت السيارة، إننا نسير شمالا. يتوقع الضابط أن يستمر المشتبه بهم في الهرب والسعد لذلك. إنهم يهربون، قفزوا الآن فوق الحائط. مرة واحدة أخرى التدريب ضد الاستماتة، والتدريب يكسب الجولة. لقد تم توقيف السائق. يعرف ضباط الشرطة أنه لو أفلت هذا الرجل الليلة فإنه سيسرق سيارتك غدا. ارفع إشارات إيقاف المرور من الشارع. علامة ممتازة لواجب أنجز على أكمل وجه. لا أحد يستطيع الهرب من رجال الشرطة والهليكوبتر. أخطر المطاردات البوليسية في العالم، إنه الجنون على عجلتين. رجال الدراجات البخارية المجانين يرتكبون أخطاء عديدة. لحظات عصيبة موجعة من الرعب. سيارة سرقت نهارا، ومعتوه في سيارة إسعاف مسروقة، والأسباب السخيفة التي تجعل البعض يهربون. مجنون يجب أن لا يكون على الطريق، أحمق لا يخرج من الطريق، مرتبك لا يعثر على الطريق. يواجهون متاع في هروبهم، وفقدوا صوابه. التدريب والتجربة، هذا هو الفارق بيننا. عندما لا تكون هناك طريقة أخرى وينبغي إيقافهم، فهذا هو الفارق بين الحياة والموت. مينيسوتا، صدمت تلك الشاحنة، أوشك أن يفقدها في المنعطف. في هذه الشاحنة الصغيرة شابان هاربان من قبضة القانون. شهدا وهما يقتحمان حانوتا لبيع التبغ. شاحنتهما مليئة بالمسروقات، وهما مستعدان للقبول بمجازفات متهورة.
إنهما يطيران في هذه الأزقة الضيقة بسرعة فائقة، وإذا جاء أي شخص إلى هذا السقاق فلن ينجو. إنني أرى سيارات دوريات الشرطة، حركة المرور تزداد. لقد اصطدم، تهشمت سيارته على تلك البناية. المرأة وطفلها في السيارة الحمراء هزتهما الصدمة وبقيا أحياء. بدأ رجال الشرطة يصلون إلى المكان. الراكب قد خرج من السيارة وهو يركض الآن. إنها مطاردة على الأقدام. الرجل يهرب بالفعل. لقد قفز فوق ذلك السياج. هناك شرطي خلفه. لقد سقط على الأرض وأمسك به الشرطي. المرأة والطفل نقلا إلى المستشفى، ومع خوف الشاب من الحكم عليه بالسجن فإن لديه سببا للهرب من أي شيء. اعترف الشابان بذنبهما وصدر الحكم على أكبرهما بالسجن 7 سنوات، وقد يتهما بالقتل غير المتعمد. الدراجات البخارية أرشق من السيارات وأسرع من السيارات، وهي مميتة أكثر من السيارات. راكبو الدراجات البخارية جريئون، عندما يهربون من القانون فإن ذلك مجرد حماقة. في تكساس لا يستطيع هذا المشتبه به التخلص من مطاردة البوليس، ويقرر التوجه إلى الطريق السريع وقيادة سيارته في الممر الخاطئ، لكنه لا يتمكن من تضليل الشرطي الذي يطارده ويتخلص من الدراجة، معتقدا أنه يستطيع الهرب من الشرطي ماشيا. خطأ، لم يصدق بأن الشرطي سيلاحقه في الاتجاه المعاكس، ولأن السيارات القادمة تسير ببطء كانت ملاحقته سهلة. كاليفورنيا، قائد هذه الدراجة البخارية القوية مثال على الجرأة والقسوة في قيادة الدراجات. نحن على التل، نتوجه جنوبا. حاولت الشرطة القبض علي بتهمة السياقة المتهورة ولم يروا شيئا. بسرعة 100 ميل في الساعة يقود دراجته على الطريق السريع كالبرق، وعندما حوصر يذهب لمكان لا تحبه الشرطة. الرجل ينعطف بحدة إلى الاتجاه المعاكس على طريق المرور السريع. إيبل سيتولى المطاردة. عندما يلحق به رجال الشرطة يبدأ في ارتكاب الأخطاء، ويعتقد أنه اكتشف طريقا مختصرة ليفلت. إنه يدخل إلى المقبرة. إنه يستطيع الدخول إلى المكان الضيق، ولكن ليس هنالك مخرج. سيقع هنا بالذات، لقد وقع الآن. يفقد السيطرة على الطريق الترابية ويسقط، ويقف على قدميه بما يشبه المعجزة دون أن يصاب بخدش. جريئا، عنيدا، محظوظا جدا، يسحب الراكب دراجته ويقف منتظرا تذكرة المخالفة، ويعرف أنه لا توجد سيارة تجاري دراجته في سرعتها. لذا عندما يخرج الشرطي من سيارته يمتطي دراجته ويبدأ في الهرب بسرعة كالبرق. ومع امتلاكها بخاخا إلكترونيا للوقود وسرعة وقوة، فإن هنالك شيئا واحدا ينقصها، هو راكب ماهر، ويقرر الانعطاف أمام الشرطي ويضغط على فرامله. محظوظ أن يبقى حيا. مساء لطيف قرب دالاس بتكساس، لكن صاحب هذه السيارة ليس سعيدا. قلت إنك تسرق سيارتي، حاولت أن أقفز وأمسكه لكنه صدمني وانطلق على الطريق غير عابر. سيارة هذا الشرطي يقودها سارق سيارات بقدم من رصاص. أنصح أي شخص يستمع إلى هذا النداء أن يقود سيارته إلى الجانب وأن يخرج من الطريق، فالآن وقت الازدحام. خفيفة وسريعة وقابلة للمناورة، هذه السيارة تثبت أن الحجم لا يهم. إنه في الوسط، يبدو كما لو أنه سيعبر ليسير في الاتجاه المعاكس، ولكن يبدو أنه يعود للطريق مرة أخرى. يصدم سائق السيارة الحمراء سيارة ويتجنب شاحنة نفايات، ويشق طريقه ويرتكب خطأ. يبدو أن النهاية ستكون هنا. سارق السيارات يجد نفسه محاصرا بسيارات شرطة تكساس. يبدو كما لو أن الشرطة ستقبض عليه هنا. لكن المطاردة لا تنتهي إلا في وقتها. لا أصدق أنه نجح في الإفلات من الشرطة. من غريب الصدف أن يتم إيقاف المتهم بضوء مروري بسيط. إنه يخرج من السيارة. هذا الشخص طويل الشعر لا يرتدي قميصا. وبخطوات ثابتة ينطلق سارق السيارات إلى الحرية بجنون. إنه في منطقة صناعية، يتسلق سياجا ويهبط. يوشك أن ينجح لولا أن ميكانيكيا يكتشفه ويخبر الشرطة. وعندما اشتد الغضب عليه كثيرا فقد توقف أذكى خطوة حتى الآن.
قفز فوق السياج وحاول أن يختبئ في حمام، وأخيرا قبضت الشرطة عليه. كل القيادة الطائشة والمناورات الجنونية والمجازفات المتهورة تلقى شيئا واحدا في تكساس: الفشل. تضطر الشرطة عندما تواجه مراهقين إلى معاملتهم كأشخاص خطرين كأمثالهم من المسالمين. ماساتشوستس، الشرطة تطارد سيارة مسروقة، لكن الضابط موري سيدرك أن هذا هو أخطر سائق من نوعه. السائق والركاب من المراهقين، يبدو أنهم أربعة. مراهق في الرابعة عشرة لم يسبق له أن قاد سيارة، كل ما يعرفه هو ما شاهده في الأفلام، ويعتقد بأنه يستطيع أن يقلد المجازفات الخطرة في الأفلام. إنه سيمر بين هاتين السيارتين. يعتقد أنه إذا وصل خط حدود الولاية فإن الشرطة ستضطر للتوقف عن المطاردة، لكنه مخطئ. هل نحن مخولون بالمطاردة؟ إنها سيارة مسروقة. الجواب على سؤالك نعم. يرى الفتى أن الشرطة وراءه، يمكن أن يقتلهم جميعا بالسرعة التي تزيد عن 100 ميل في الساعة، ويقرر الضباط أن يفسحوا له مجالا. سندعهم يتقدمون، لكن السائق يفتقر للتجربة. لقد فقد السيطرة على السيارة في المنعطف، أرسلوا سيارة إسعاف بأسرع ما يمكن. إنه ينطلق بسرعة تزيد عن 80 ميلا في الساعة، وتخرج السيارة عن نطاق السيطرة. عندئذ يهوي إلى الأسفل. الضابط موري يتنفس صعداء عندما يراهم أحياء. المراهق على وشك أن يعامل كخارج عن القانون، والسائق الصبي يتصرف كمراهق في الرابعة عشرة. لا تؤذوني، إنني مستسلم، لن أتحرك. بعد ساعة من الأذى فإن المعجزة أن يعيش هؤلاء المراهقون ليبلغوا سن الرشد. أخطر مطاردات الشرطة في العالم، مسلح ومستميت، سارقو سيارات يستهزئون بالقانون، رجال الشرطة الشجعان الذين يواجهون الموت، والمواطنون العاديون في حياتهم اليومية الذين يرفضون التنازل. هؤلاء أخطر المجرمين إطلاقا الذين واجهوا أندادهم. عندما تراقب الشرطة كل طريق، عندما يخرج الجميع للقبض عليك، عندما يكون الرعب صديقا، ما هي المسافة التي ستقطعها؟ سيارة إسعاف مسروقة تتتبعها الشرطة، تنحرف سيارة الإسعاف ثم تعود إلى الممر الصحيح مثيرة سحابة غبار. إذا لم تنهي الشرطة هذا بسرعة، فإن السارق سيكون خطرا على نفسه وعلى الذين يستخدمون الطريق. دعونا نحاصره ونسد عليه الطرق. تستدير سيارة الشرطة لتسد عليه الطريق، لكنه يقاتل بالمثل. سيارة الشرطة تدفع سيارة الإسعاف إلى جانب الطريق، وفجأة تظهر سيارة ركاب أمامه وتتورط في المعمعة. لا بد من التخلي عن المحاولة. السارق يحرج الشرطة لبعض الوقت بالانحراف إلى الأمام والوراء، إلى أن يكاد أن ينقلب على جانبه ويقرر الاستسلام والخروج من سيارة الإسعاف قبل أن يحتاج هو إلى سيارة إسعاف. هاربان من عملية سطو على منزل، سبقا إلى حد الآن ضباط الشرطة الذين يلاحقونهما، لكن الشرطة لديها خطة. الشرطة في السيارات يلحقون بهما، سيحاولون إقامة حاجز متحرك. بسرعة تزيد عن 90 ميلا تستعد الشرطة لإقامة حاجز. المشتبه بهما سيواجهان حركة المرور البطيء ولا يخففان السرعة، إنهما يتجهان إلى جانب الشارع على بضع يردات. تنتظر الشرطة، لكن المشتبه بهما ينطلقان من جانبها. اندفعا من خلال الحاجز مباشرة. ما حدث بعد ذلك عرض من المهارة والجرأة، وبينما يقذف المشتبه بهما مسروقاتهما من النافذة يهرع شرطيان إلى الأمام. سيارة الشرطة مرت الآن. إذا حاصروا سيارة المشتبه بهما قد تكون لديهم فرصة. تتحرك سيارة أخرى إلى الزقاق القريب لتغلق أي منفذ للهرب. لقد حوصرا، وعلى الشرطة أن تبقيهما هناك. عليهم الآن أن يبقونها هناك. تتحرك سيارة خامسة كقوة للدعم، ويرى المشتبه بهما منفذا ويتوجهان إليه، وتستمر المطاردة. يرغمون
السيارة على الاتجاه إلى جانب الطريق. مناورة ذكية. تتم محاصرة المشبوه حيث لا مكان للهرب. لقد علقا بسياج الوقاية. هذه المطاردة انتهت. عندما تحاول أن تفعل شيئا كهذا فالأفضل أن تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله، فإذا فعلته جيدا فإن المجرمين سيذهبون إلى السجن لخمس سنوات والآخرين إلى بيوتهم أحياء. كل مطاردة لابد أن تصل إلى نهاية، والمجرمون الهاربون سيصلون إلى نقطة الانهيار، ولكن آخرين سيحاولون القيام بحيل متحدين الموت. جورجيا، سيارة مليئة بالمراهقين المتمردين ترفض الوقوف للشرطة. تقود الشرطة سياراتها إلى جانب المشتبه بهم الثلاثة محاولين إيقاف السيارة، لكن المشتبه بهم يسرعون. انعطف المشتبه به إلى اليمين وخرج عن الطريق العام. فجأة يظهر سائق في سيارة حمراء ويتحدى المراهقين. أحدهم يحاول أن يلعب لعبة. السيارة هنا. بعد أن انسد الطريق أمامهم وخلفهم يقوم المشتبه بهم بانعطاف جريء إلى اليمين، مع ذلك لا يتخلصون من المطاردة. إنه لا يخفف السرعة. ومع عدم وجود أي مكان آخر يتوجهون إليه وينفذون منه فإنهم يقفزون. معظم المطاردات تنتهي عندما تحاصر الشرطة المشتبه به، ولكن هنالك مجنون يرفض أن تأخذه الشرطة دون قتال. أتلانتا جورجيا، نزهة في الليل، تنقلب إلى محاولة جنونية للهرب عندما يختار المشتبه بهم الهرب من القانون. إنه يحرك السيارة إلى الخلف. الضباط يثبتون السيارة في موضعها، لكن السائق يحاول حشر نفسه للخروج من حاجز الشرطة. ارفع يديك، ارفع يديك إلى الأعلى. وأخيرا يوقف الضباط الرجل المجنون. اطمئنوا، اطمئنوا، لقد قبضنا عليه. الشرطة التي تلاحق السيارة تعرف أن السائق ثمل وغاضب ومعه بندقية، ويعتقدون أنه سيستسلم. عندها فجأة يطلق النار من النافذة الجانبية ويقذف بندقيته خارج السيارة ويرمي علبا فارغة من النافذة، ولسبب ما يغير ملابسه. والغريب أنه يوقف سيارته ويلوح بعلم أبيض. المشروبات والرصاصات والاضطرابات العقلية تصنع مزيجا مميتا، والمطاردة قد لا تنتهي عندما تبدو في الظاهر أنها انتهت. بعض المجرمين مستميتون يحاولون فعل أي شيء. فيلادلفيا، مدينة الحب، أم هي غير ذلك؟ عندما استدرت قفز أحدهم إلى داخل سيارتي وسرقها. سرقت سيارته من أمام حانوت الحلويات هذا، ويعرض عليه صديقه المساعدة. تركت كعكاتي على الطاولة وقلت له دعنا نذهب ونستعد سيارتك. تبدأ المطاردة وتسرع السيارة المسروقة إلى موقع أعمال إنشائية وسط جسر. هنا يرتكب المشتبه بهم خطأهم الكبير. ليس لديهم مجال للمناورة ولا للوقوف. راقبوا كيف يجري العامل الذي فوجئ طالبا النجاة. وتجري المطاردة الآن على الأقدام والشرطة وراءهم مباشرة. راقبوا بدقة كيف تختفي ساقا السائق من فوق جانب الجسر وهو يقفز بالفعل 50 قدما إلى ماء النهر البارد. وشريكه في الجريمة ليس شجاعا. سترته تتيح للقافز أن يصل طافيا إلى شاطئ الأمان، وقبل محاكمتهما أطلق سراح الرجلين بكفالة فهربا، وهم الآن فران من القانون. لا نريد أن يتعرض أحد إلى الأذى عندما يساعدنا، ولكن المساعدة قد تنهي المطاردة أحيانا. شيكاغو، هذه الشاحنة كانت تسير بسرعة فائقة، وحسب قول الشرطة فإن الشخص الذي بداخلها مطلوب بجريمة قتل. الوضع خطر، وتشتبه الشرطة بأن الرجل يحمل مسدسا ويريدون إيقافه قبل استخدامه. أغلقت الشرطة المحلية طرق المرور التي تقع أمامنا، وكان يروح ويجيء كالمكوك. إن مديرية شرطة شيكاغو لا تستطيع أن توقفه أو تمنعه. إنه قادم، سدوا الطريق وحاصروه. سيارتا شرطة تحاولان محاصرته، وبينما يحاول المشتبه به المرور يصدم سيارة شرطة ويخلع دعامته. صدم سيارة شرطة وينطلق بسرعة تزيد عن 85 ميلا في الساعة.
يرى المشتبه به أن الطريق مسدود، ومع ذلك ما تزال لديه فرصة القفز عبر 4 ممرات، ويشق طريقه كالسكين الحاد. سيحاول أن يقتحم الحاجز على الطريق، لدينا 20 سيارة شرطة تتعقبه. سيحاول اقتحام حاجز الطريق، وقد خرج من الجانب الأيمن ويسير الآن على العشب. الشاحنة تتقدم ويبدأ المشتبه به في الركض. لدينا مطاردة على الأقدام في الطريق السريع. إنه يقوم بمحاولة جنونية من أجل الحرية. إنهم يرونه وهو يركض بسرعة فائقة من خلال ساحة وقوف السيارات. فجأة يخرج رجل من مكان غير معروف ويرى المطاردة، ويقذف بنفسه في طريق الأذى ويمسك بالقاتل، ويهرع رجال الشرطة إلى المكان ويتولون الموضوع. ضباط من أماكن مختلفة قد دفعوا بهذه المطاردة إلى نهاية ناجحة. ها هم يحاصرونه بعد أن وقع في قبضة الرجل المقدام. رجال الشرطة يلقون القبض عليه. مطاردة خطرة أدت إلى نهاية درامية بفضل هذا المواطن الشجاع الذي وجد نفسه في المكان المناسب والزمان المناسب. في أخطر مطاردات الشرطة في العالم، مطاردات غير عادية، ومشبوهون غريبون، وأحداث عنف، وشخص يرتدي ملابس النساء، وسارق سيارات لا يستطيع أن يبقى هادئا. لكن مهما كانت الهيئة التي يظهرون بها، فإنهم جميعا يسقطون بنفس الطريقة. في الليل تحت التهديد من فوق القمة ومباشرة إلى التوقيف، هؤلاء الرجال لن يذهبوا إلى أي مكان. كاليفورنيا، هذا الصعلوك من الصعب أن تتجاوزه، رغم أن قبعته تغطي شعره، فليس من الصعب على الشرطة أن تميزه في هذه الشاحنة القديمة. المشتبه به يتجه شرقا. يريدون أن يتكلموا معه عن سيارة صدمت سيارة شخص وتركته وهربت، لكنه لا يريد التوقف ويتصرف كما لو أن الشرطة غير موجودة هناك. هذا الشخص لا يتوقف ولا يقلل من السرعة. 4 سيارات شرطة تطلب من الوحدات الأمامية إيقافه. إنه يتجه إليكم مباشرة. ولكن هناك شريط حديدي مسنن على الطريق. إنه يتجه الآن إلى الشريط المسنن وينتشر ضباط الشرطة على الطريق. إنه ينعطف بسيارته وقد انعطف الآن إلى الجانب لكي يتجنب الأسنان الحديدية. ولكنه لا يستطيع تجنبها، وتحدث الأسنان الحادة ثقوبا في إطاراته المطاطية. استطاع أن يحفظ إطارين وسار على الشريط بجانبه الأيسر. المطاردة قد تنتهي. يبدو أن هذا الشاب لا ينوي التوقف. الإطار المعدني الداخلي في العجلتين يطلق الشرر. إنه يسير على الإطار المعدني للعجلة. يفقد السرعة، ولكن المطاردة بعيدة عن نهايتها. يبقى رجال الشرطة في انتظار ما سيفعله. يتجاهل المشتبه به الدراما التي تدور حوله، حتى إنه يشرب الماء من الزجاجة التي يحملها، لكن تلك العجلات المنفجرة لن تصمت. المشتبه به يتوقف على جانب الطريق. ما تزال السيارة مندفعة، ولكنه يحاول بالفعل الهرب، ولكن ليس كما تتوقع. المشتبه به يوقف السيارة ويخرج منها ويركض بعيدا عن رجال الشرطة باتجاه الأدغال، كما لو أنه يملك كل الوقت في العالم يهرول عبر الطريق. إنه يركض بعيدا عن رجال الشرطة إلى الأدغال في هذه اللحظة ويهرب جريا على الأقدام. يتسلق فوق هذا السياج بهدوء دون أن ينظر وراءه، ويعبر غير مكترث خط سكة الحديد، ويقفز فوق سياج آخر متملصا من قبضتي شرطي. والآن يعتقد بأنه أفقدهم أثرا، قلل من سرعته وسار سيرا اعتياديا. خطأ جسيم. لدينا سيارات شرطة على الشوارع المعبدة وهو لا يدرك ذلك. ربما ينبغي أن ينظر حوله. يتولى رجال الشرطة أمره، مطاردة طويلة وغير عادية، لكنها انتهت أخيرا. هذا الشاب لم يخسر شاحنته فقط، بل فقد حريته أيضا. جورجيا، أحيانا لا تتوقع أن يقودك أمر إلى مطاردات. توقيف امرأة بسبب زيادة السرعة. أريني رخصتك. لكن الشرطي نسي تثبيت سيارته، وفجأة اكتشف خطأ وبدأت المطاردة مع سيارته مشيا على الأقدام. ويعود ليحرر لها مخالفة،
لحسن حظ السائقة فقد منحها فرصة لالتقاط أنفاسنا. هل يمكن حدوث هذا لأي منا؟ مروحيات الشرطة تطير على ارتفاع أقل انخفاضا من مروحيات محطات الأخبار لأنها تقود الشرطة على الأرض نحو المشتبه به. في عمق صحراء أريزونا تتبع الشرطة المحلية سارق سيارات غريبا في نزهة خطرة. المشتبه به مسلح. سرق الرجل 6 سيارات الواحدة تلو الأخرى وتحت تهديد السلاح. لقد تم تطويق المشتبه به ولن يستطيع الإفلات. خرج رجال الشرطة من سياراتهم ليقبضوا عليه، فجأة يقود المتهم سيارته نحو أخدود وتتبعه الشرطة. إنه عالق في حفرة. ويتوغل أكثر داخل المنطقة. إنه يملأ جو الصحراء بالدخان بدوران إطاراته. إنه يتراجع. لكن سيارته لم تصنع لتعلق بحفرة. خرجت السيارة من الحفرة. ويتجاوز سيارات الشرطة. لقد اتجه جنوبا. يعلم رجال الشرطة أن سائق السيارة المسروقة قد تناول المخدرات غالبا. احذروا، قد يكون تحت تأثير المخدرات. ويعون خطر المخدرات، وبعودته للمدينة يعرض أرواحا أخرى للخطر. سيجتاز الإشارة الضوئية الحمراء. ترى الضحية التالية لسرقة السيارات أم شابة مع طفلها، وتحت نظر رجال الشرطة يحاول بجنون جعلها الضحية السابعة. انظروا لهذا، سوف يسرق السيارة. لم يعد رجال الشرطة يمزحون. إنه يهرب، ليس هناك مكان يذهب إليه. إنها مطاردة على الأقدام. لقد استسلم ورفع يديه. وأخيرا يقبضون عليه. لا تزال الأم الشابة ترتعد. قفز من سيارته واستدار محاولا الدخول من بابي. كنت قد أقفلت الأبواب، لكنه حاول الدخول لسيارتي. عندما تتلاشى السرعة يواجه السائق 15 تهمة بين اعتداء خطر وحيازة مخدرات. والآن وهو واع ما يقوله للقاضي يظهر القبضة القوية للمسلم به. لا أدري ماذا كان يحدث، ولا أعرف ما كنت أحاول أن أفعله. أخطر مطاردات الشرطة في العالم قد يكونون في نشوة أو مجانين، وقد يجمعون الحالتين. هؤلاء المشبوهون خطرون جدا، متهورون، مغامرون، ويقومون بمطاردات لا تنسى. مطاردات يجب إنهاؤها، مشتبه بهم يجب إيقافهم. أحيانا الطريقة الوحيدة لفعل هذا هي الأصعب. إنديانا، تبدو سيارة النقل هذه مألوفة للشرطة، ولكن ليس السائق. عندما يطلبون بطاقته فإنه يزيد دوران المحرك. المشبوه الغامض يهرب من الشرطة. تقفز السرعة 80 ميلا في الساعة عبر شوارع البلدة. إشارات قف تصعب رؤيتها. دخل شارع وايل. الإشارة حمراء ويوجد تقاطع سكة الحديد، ويطير فوق السكة الحديدية دون جدوى. ابدأ الإنقاذ. يصطدم السائق بعمود وينتهي الأمر. في المكتبة. عولج المشبوه لإصابته بجروح طفيفة ووجهت له تهمة الهرب والتهور. ابقى هناك. اتضح أنه مدرب كرة قدم مشهور ومحبوب. إذن لماذا هرب؟ ولماذا لم يعرفه رجال الشرطة؟ لأنه كان يضع شعرا مستعارا ومرتديا ملابس نسائية. لا يرغب رجال الشرطة بزيادة الوضع سوءا، ولا يرغبون بالمطاردة حتى النهاية أو أن يصاب الناس بالأذى. كاليفورنيا. مروحية وسيارات شرطة تطاردك. هل يميزون ملابسي؟ أرتدي ثوبا جديدا، هذا ما ألبسه. سيجعلونني أمر أمام السجناء. اتصل الرجل من هاتفه الخلوي بالطوارئ وتم وصله بمأمور المقسم. هل ستتوقف لسيارة الشرطة؟ سأفعل ذلك عندما أزيل المكياج. أرجو أن لا أظهر في الأخبار، لست بسارق. هل أزلت المكياج؟ أحاول ذلك. وأخيرا يتوقف في موقف السيارات.
يعلم رجال الشرطة أنه ليس خطرا، ولكن يجب اتباع الإجراءات. حتى الكلب موجود. أيها السائق، إنه يصيح بوجهي. اتبع التعليمات. يخرج السائق ولكن ليس كلية. أيها السائق، اخرج من السيارة، ارفع يديك، ارفع يديك. وتعتقله الشرطة بسرعة. هل من أحد في السيارة؟ نريد معرفة ذلك. ينظر الشرطي بحذر داخل السيارة. على الكرسي الأمامي شعر مستعار وفستان، ولم يستطع الشرطي إلا أن يبتسم. رخصة السائق منتهية، ولم يقف للشرطة كي لا يحرج. والآن وهو توجه إليه تهمة، يصبح أكثر حرجا. كل هذا لأنه قرر الهرب. لوس أنجلوس، الكاميرات تصور. نتابع هذا السائق يسير بسرعة 100 ميل في الساعة. هذا الرجل أفرج عنه قبل 3 أشهر وبقيادته سيارة مسروقة هكذا، فإنه مشتاق للسجن. إنه يسير من مسار لآخر بين السيارات. الجميع يراقب برعب ويدور بعنف في حي، ويمر ببيته وتتوسل إليه شقيقته بأن يسلم نفسه. سيدة تحاول إيقاف السيارة، إنها تحاول الصعود إلى السيارة وتقع. ينطلق تاركا شقيقته ممددة، يزداد غضبه. سيارة النقل تتفكك. تتطلب السيارة المسروقة أكثر من ساعة لتصبح قطعا. الإطار يتفكك، ولكن الرجل مستمر. إنه يصدم سيارة أخرى ويخرج من سيارته، يحاول سرقة السيارة السوداء. يحاول الضحية داخل سيارة النقل الصغيرة الهرب، لكن حزام الأمان يمنعه ولم يستطع النزول. ينطلق المشبوه ومعه رهينة. ها هو يتوقف ويدفع الرجل إلى الخارج. يتعثر الرجل بالباب وتعلق ذراعه بالحزام. يتدحرج على الرصيف، ويستمر المشبوه في القيادة بسرعة دون سيطرة. إنه لا يأبه بإشارة المرور ويصدم الشاحنة الزرقاء. الواضح أن المطاردة ستنتهي بمأساة. نعتقد أن المشتبه به سيطلق النار على الشرطة. تحاول الشرطة إيقافه، ولكنه يراوغهم. على الطريق السريع يزيد سرعته لتصل لحوالي 100 ميل في الساعة ويفقد السيطرة. هذا خطر جدا. تنزلق السيارة لتصطدم بالحاجز وينفجر إطاران. المشتبه به يخرج من السيارة ويحاول قطع الحواجز، لكنه يغير اتجاهه ويعود للشارع الرئيس. لدينا 3 مسارب مزدحمة. ويوقف المشتبه به المجنون بسياج حديدي في مدينة بها مشاهد كهذه. يبقى الناس متوترين، والغريب أنه لم يجرح أحد. وألقت الشرطة القبض على رجلهم. حدث مخيف له نهاية هوليوودية حقيقية. مونتانا، لن يتوقف. رخصة سيارة النقل هذه منتهية، وحيث يرفض السائق التوقف أصبحت التهمة الهرب. سأذهب أمامه، راقب إن لم أستطع تخفيف سرعته. عندما تحاول سيارة شرطة إغلاق الطريق عليه يلتف حولها، وعندما يقترب من الحاجز يرى أنه صيني القسمات. إنه يلتف حولك. ويصطدم بسيارة الشرطي ويلتف حولها مجددا. عندما يفشل بتخطي سيارة الشرطي يصدمه. وبسرعة 60 ميلا في الساعة تنطلق السيارة، والتهمة الآن اعتداء بأداة قاتلة. هل أنت بخير؟ نعم. فاض برجال الشرطة، يعرفون أن المشبوه لن يتردد في دهس أي شيء يقف في طريقه، وهو الآن متجه نحو البلدة. سأحاول وضع سيارة شرطة أمامه. الشرطية تطوعت لكن سيارتها تحطمت. الشرطية التي صدمت سيارتها قبل قليل تتطوع أن تكون في المقدمة. اذهبي للأمام. راقب يسارا، إنها تسير بجانبه. يحاول المشبوه أن يصدمها ويخرجها عن الطريق، لكنها ثابتة وتسبقه. كاد أن ينال منك. المشبوه يحاول أن يكون في المقدمة، يزيد سرعة سيارته، لكن الشرطية تغلق عليه الطريق. تخاطر بحياتها لإنهاء المطاردة، وأقحمت المشتبه به بين السيارتين. ودون إطلاق رصاصة أو إيذاء شخص بريء تنتهي المطاردة. لقد أمسكت به. قد يفضل الشرطي القيام بأي شيء على أن يشترك بإطلاق النار. ربما يكون هذا أصعب قرار يتخذه في هذه المهنة طوال حياته.
الازدحام المروري مساء لوس أنجلوس كاليفورنيا. المشتبه به على الجانب الأيمن، مروحية الشرطة تحوم فوقه. كيف تؤدي مخالفة مرورية بسيطة لمأساة سرعة عالية؟ بدأت المطاردة بوقوف سيارة للحظات، وسائقها الآن يزمجر عبر الطريق السريع بسيارته القوية. يحاول الناس الابتعاد عن طريق المشتبه به. هذه قيادة جنونية، تحاول السيارات الابتعاد عن طريقه. المشتبه به مطلوب لامتناعه عن التوقف. في تلك الجادة تنقل المشبوه بين المسارب يسابق السيارات. إنه يسير على حافة الطريق، تحاول السيارات إفساح المجال له. مما يهرب هذا الرجل؟ ليس بحقه مذكرة توقيف، ويعمل في التجارة وسيارته جديدة، وهروبه لا يمكن استيعابه. يوجد أمامنا كثير من مفترقات الطرق، الوحدات الأرضية تحيط بالمركبة. المشتبه به على الجزيرة، حادث مروري، حوصرت سيارة المشتبه به والدخان يتصاعد من الإطارات. رجال الشرطة على الأقدام يطلبون منه التوقف. كادت السيارة أن تسحق شرطيا وينحرف تحت الجسر. يصطدم بالجدار ويسمع إطلاق نار. أظن أن طلقة قد أطلقت. يضع شرطي حدا للجنون. يركض رجال الشرطة نحو الموقع. كل ما يعرفونه أن هناك إطلاق نار. الشرطة تطلب سيارة إسعاف. ويوضح الملازم المسؤول ما حدث. أطلق الشرطي رصاصة أصابت الرجل في صدره. الجسر يعج بسيارات الشرطة ووحدات الإنقاذ، لكنهم لم يستطيعوا إنقاذ المتهم. الآن لن نعرف ما دفع الرجل لرحلته الجنونية عبر شوارع المدينة. ما نعرفه هو من أجل مخالفة سير، ويدفع حياته ثمنا لذلك. والشرطي الذي أجبر على إطلاق الرصاصة القاتلة سيعيش وإلى الأبد مع السؤال الرهيب: لماذا؟ لماذا هرب؟ أخطر مطاردات الشرطة في العالم. سيارة نقل ضد أخرى في أخطر مطاردة حتى الآن، عندما يرفض سائق متهور أن يقبض عليه حيا. أكثر الأوضاع إثارة للحزن وخطورة للشرطي عندما ينتشر العنف المنزلي في الشارع. تينيسي، الرجل الذي يقود سيارة الشحن هذه، تجادل مع صديقته. ما لا تعرفه الشرطة أنه يحمل سلاحا وأنه خطر. هل معك مسدس؟ ارفع يديك، لن أضيف شيئا. ينطلق المشبوه ويتعرج من مسرب لآخر بسرعة 70 ميلا في الساعة، ويهدد بدهس رجال الشرطة. إنه ينحرف يمينا وشمالا. لكن السائق لا يكتفي بالتهديد فقط، لقد أطلق رصاصة. الآن هو مطلوب لمحاولته قتل شرطي، ويطلق النار مجددا، هذه المرة على المركبات الأمامية. إنه يطلق النار على السيارات. يدرك رجال الشرطة أن أبرياء في خطر، فيطلقون النار بكثافة. نحتاج لبندقية. عندما يبتعد المشتبه به عن السيارات الأخرى، يتأهب شرطي ويطلق النار على الإطار الخلفي الأيمن للشاحنة. لقد انفجر الإطار وفقد السيطرة. تنحرف الشاحنة إلى اليمين وتخرج عن الطريق. عندما يقف المشتبه به تحت الجسر يلحقونه. ارفع يديك، ارفع يديك. وعندما يبدأ المشبوه بإطلاق النار، لا يترك للشرطة خيارا. إنها النهاية الوحيدة لشخص لا يريد أن يبقى على قيد الحياة. وجد المسؤولون داخل الشاحنة 3 بنادق بالإضافة إلى المخدرات. جرح أحد رجال الشرطة، لكنه عاد إلى عمله في اليوم التالي. غضب، أسلحة، سيارات، تركيبة رهيبة. في كل المطاردات التي شاهدناها هناك شيء مشترك: قرار غبي اتخذ دون تفكير، توتر، إما القتل أو الهرب، لحظة رعب يمكن أن تتحول لندم مستديم. ابق حيا ولا تهرب.